اهلا بيكم يا حبايبي في فيديو جديد وجوله جديده من جولاتي. معاكم ايمي من قناه ايمي وهنمونه. النهارده ان شاء الله هنروح مع بعض عند اكبر خضري وفكهاني عند مسجد الغريب في شارع الخضر بمحافظه السويس. هنتعرف على اهم الاسعار الموجوده عنده، اخر الاسعار الخضار والفاكهه، وكمان هنشوف مع بعض ايه الانواع اللي موجوده عنده جوه. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم وندخل جوه المحل. يا السلام عليكم. ازي حضرتك؟ عاملين ايه؟ نعم. احنا النهارده ان شاء الله جايين نصور معاكم، وبسم الله ما شاء الله عندكم جميع انواع الخضار والفاكهه، فعايزين نعرف الاسعار اللي عندكم والحاجات المتوفره علشان اللي بيشوف الفيديو يعني يستفاد من الاسعار والانواع. احنا في شهر مارس 2019، ده تاريخ الفيديو، فحضرتك تقول لنا كده مثلا اسعار الطماطم والخضار عندك ايه؟ منوره ومشكورة انتوا. الله يخليك الله يخليك. الشهر ده الشهر ده كان في الدنيا كلها، ما كل حاجه انا عارفه انها بتغلى. هو عامه الشهر بتاع الكونتريات وبتاع الشهر صعب جدا الاسعار. ده في كل سنه؟ ده كل سنه مع كل حاجات مع السوق مع اسعار الكبيره. والله يعني كل سنه دي معلومه جديده. حتى السوق نفسه هو ضعيف. بعدين السوق مش عارف ده الدنيا كلها بتغلى كله ايه؟ اللي هو في موسم الثوم، كل سنه في موسم الثوم الاسعار بتبقى شاده. الثوم والفول الحراج، هو الاخص الفول الحراج. والفول الحراج. بالاخص بيبقى الاسعار فيها ايه؟ شاده شويه. شاده لحد ما ايه العرق عصارات كتير تطلع مع شم النسيم والكلام ده، تبدا السوق ايه؟ تبدا يعني الاسعار هتهدى شويه في شم النسيم؟ عشان النسيم على طول الاسعار كلها نسيم. ادي المعلومات كلها بسم الله ما شاء الله من المصدر نفسه. بالنسبه للطماطم ده سعر السوق. عامه الطماطم شايفين بسم الله ما شاء الله هي عامله زي التفاح، والله الطماطم كلها عنده. الطماطم في انواع. اكيد طبعا. يعني ايه عندك حاجه اللي هي بخمسه؟ ايوه دي الجامده. هي زي التفاح والله. اللهم بارك. هي المقاصه الطريه. الطريه شويه بتاعت الصلصه. الاثنين كيلو بخمسه جنيه يعني. الاثنين بخمسه. والخيار صحيح الخيار طلع اللي هو البلدي؟ البلدي موجود بخمسه جنيه بيتباع. البلدي موجود بخمسة جنيه؟ خمسة جنيه بس. البلدي في على المدرج عندك لما اول ما بيشم الهواء بيدبل. صح البلدي بيدبل بسرعه. حتى في الثلاجه. ده ما يقعد حتى بيبقى عباره عن زيوت. حتى الميزان ال 100 كيلو بقى 80. تمام. ده الخيار اللي هو اللي هو مش بلدي. بس بيعيش شويه عن البلدي، روحه طويله شويه. والبسله بسم الله ما شاء الله مليانه. يعني البسله مليانه اهي زي ما انتم شايفين. بكام؟ ب 12 جنيه. اسمها ايه البسله؟ صنار. صنار؟ ده اللي هي ايه بتبقى مدوره يعني ومليانه؟ انضف نوع. يعني انت ممكن تقف كده برضه واضربها لحضرتك، تفتحي كده وتدوقي، تفضلي امسكي وتدوقي وتشوفيها مسكره ولا لا. طبعا البسله المسكره. وهتلاقي بسله ثانيه انواع ثانيه. مسكره جدا والله، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. حاجه نضيفه جدا. انواع تاني. اكيد طبعا بسلة انواع. يعني ايه جميع الزرع فيها اختلافات. انا عندي بطاطس صينيه دي اسمها تنيه. التنيه هي حصلت. الخضار بكره هيتقمع والجزر يغزي البرقوق، واما الغنوه بتاعتي تسمع الشبات يرقص في السوق. الشبات 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 الشبات. قالوا جوافه وقالوا رمان. سري التنيه بتاعها بيتباع ب 8 جنيه. ب 8 جنيه بطاطس التنيه دي قليه؟ قليه وفوق الحلبه. طب ممكن اعرف ازاي افرق بين البطاطس القليه واللي مش قليه؟ مش هعرف؟ مفيش حاجه مميزه؟ ده حتى يعني عامه بالنسبه للتنيه الله يكرمك. كلها قليله. بالنسبه للرماله دي اللي اسمها الرماله الرمليه. بيبقى في تاجر من تاجر وفي ارض من ارض تختلف. يعني الارض بتاعت الدقهليه حلوه، بتاعت اسكندريه حلوه، فاهماني؟ والارض الثانيه بتبقى ايه سيئه شويه. يعني حاجه بس انت مش هتعرفي حاجه. انا مش ده بقى بترجع لضمير اللي بيبيع. بالظبط. الله ينور عليك. ضمير. انا ممكن لما اخد حاجه كده باخدها بوديها البيت عندي. ايوه بجرب حته بحته واقول ايه اللي حصل الكلام من ده. طب انا ايه يعني لما الحاجه اعملها بايديا يبقى يقين عندي ان انا ايه اكيد تبقى متاكد منها.
طب وبالنسبة بقى للكرنب العيش كله بقى، عايزين نفرق بين الكرنب البلدي وكرنب البط. بس ده بط، ده كده كرنب البط. ازاي اعرف ان دي الكرنب دي بط؟ من الراس. من الراس دي اللي هي صغيرة؟ صغيرة جدا. الراس الصغيرة تبقى بط. وتلاقيها كمان هي مدورة. الاحلى ايه؟ البلدي. البلدي؟ طب والاحسن للتخزين؟ التخزين. يبقى البط احسن في التخزين. البلد برضه لا ايه؟ زي ما وقع الخيار كده. دي اللي اسمها البط. او السبعاوي هي دي؟ هي دي. دي احسن في التخزين. الفصيلة بتاعت الكرنب اللي هو بتاع السلطة. كابوتشا. دي من فصيلة الكابوتشا؟ الكرنب بتاع الكابوتشا. دي زي عاوز تعرف الثاني البلدي والراس بتاعها هتلاقيها اكبر بكتير. وتلاقي كده ممكن واحده مكعوره تعرف واحده ايه فاهماني. ايوه عشان بلدي بقى. ايوه عشان بلدي مش بالزبط. حاجه بسطمبه يعني بالزبط. بس البلدي خلاص الموسم بتاعها خلاص يعني حتى لو هي حاجه من لها ايه بواقي زرع خلاص كده يعني ممكن ايه حاجه في الارض وكده الكلام ده. وعند حضرتك الثوم اهو بسم الله ما شاء الله، الثوم الابيض والثوم الاحمر. انا كنت عملت تقرير قبل كده عن الثوم من بياع ثوم بقى بس يعني بتاع ثوم بس، وقال لي ان الابيض احسن في الفرم والتاني بيعيش اكتر الاحمر. يعني اللي عايزه مش يفرمه يجيب الاحمر، والابيض ده اللي هيفرمه. ده اكيد ده الاحمر اغلى. عامه لما كل حاجه طريه بتبقى لسه على السعر بتاعها بسيط. انت اللي تشوف كلمه كيلو بالكات بيقول لك ب 6 جنيه. مع العسل وهاخد ايه مثلا 5 كيلو 10 كيلو وهيبقى ب 5 جنيه برضه ماشي مفيش مشاكل. طب اكتر فتره الواحد يشتري فيها الثوم بعد شم النسيم هي الفتره دي. بعد شم النسيم الثوم ده هينشف. وهيغلى. الكيلو اللي بتاخديه ب 5 جنيه بقول لك ب 5 جنيه هتاخديه ب 20. ب 20 هيغلى. في ناس بتخزن الثوم ايه بالوضع ده. ايوه بالوضع ده. وهنا بسم الله ما شاء الله البصل الاحمر والبصل الابيض اهو. نفس الاسعار. بصل احمر ابيض بكام الاحمر؟ بصل احمر قديم بكام؟ بالكيلو ب 9 جنيه. وده البصل الجديد. الفريق كله فئه واحده. عاوز كده عاوز على بعض بينقضوا. يعني المغزى في السجل ب 7 جنيه لحد ما وصل 10 جنيه اعلى. ايوه بينقضوا الحاجه وعلى حسب حجمها. لا انت بقى البصل كله عندك وبراحتك انت. بسم الله ما شاء الله يعني ما شاء الله عليك. الابيض اسمه ايه؟ تيلا. تيلا؟ اسمها التيلا. اسمها التيلا. من انضف انواع البصل الابيض. وده اللي بيتحسن في الاخر بيبقى احمر. والله هو ده نفس النوع بتاع الاحمر؟ ما ده بيعمل انسان نفسه موضوع بيحمر. طب ممكن اعرف استخدامات ده ايه؟ يعني ايه بيختلف استخدامه عن ده؟ بالنسبه لا ايه استخدامات البصل بقى بتختلف من الابيض للاحمر؟ البصل القديم لما تيجي تقعد واحده واخده بالك وتحطوها على النار على النار بيحمر البصله بتحمر كويس. ايوه فعلا الابيض بيدمع بسرعه. بس مش كل الابيض كمان؟ مش كل الابيض. في حاجه اسمها ايه؟ مرسيل. بس ما اسمها ام رصين. ام رصين؟ يعني فيها بصلتين في بعضهم كده زي كده. هي طالعه كده لوحدها. دي ايه بقى؟ ام رصين. ام رصين اللي هي سيئه. سيئه. يعني انا ما اختارهاش لما اجي انقي البصل. بالنسبه للبصل. بالنسبه للبصل طبعا انت في بياع طيب ممكن يعملوا كده. يكسروا معنا يسلموا. طبعا انت ما شاء الله يعني بيبداوا بالتين وهتقعد بقى تشوفوا باين. البصلايه اللي هي التكيله اللي هي دي محترمه. حتى لو عاوز اقعد يعني اخر الموسم ده بيبقى خلاص. انت مضطر انك انت عاوز حاجه محترمه في البيت او انت رايح على البيت. ناخد الابيض احسن يعني. الفتيله البصل الابيض الفتيله ده اسمه. ده برضو بيستخدم في السلطات وكده كل حاجه. زيه زي التاني بالظبط. تمام هنتنقل برضو لحاجه ثانيه. تعالي الخضرة الخضار 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 قالوا مانجا وقالوا اناناس مالوا الفجل مالوا القلقاس والعنب. البتنجان زي ما انتم شايفين هو ب 10 جنيه الكيلو اهو بسم الله ما شاء الله كله طازه. بس هنعرف بقى ايه الفرق بين البتنجان النكايه والدبل. دي ماسكه نفسها وطازه وبتلمع جميل. بس تقيله فيها فوق تقيله. الفكره دي
خفيفه جدا. بس خفيفه جدا. التبلاوي على فكره كمان ما تحطش زيت. اللي خفيفه ما بتشربش زيت. التقيله تشرب زيت. في حاجه بتتعرف من ورا او حاجه ولا هي بس تقيله خفيفه؟ والله في حاجه بتقول لك ايه اللي ورا الكلام كله مش يعني تقيله وخفيفه هي دي اللي نعرف منها انها مش بتشرب زيت او بتشرب زيت. الله يفتح عليك. تمام. اي حاجه ثانيه حبيبتي في الجنه على طول خلاص اللي عليها تمام وشام دي قال ايه هو ده قال لك واحد ايوه ايوه لو طلع في السوق لكن الفرق بسيط طبعا الفرق بسيط جدا. كم سعر الفلفل احنا عارفين ان شهر مارس 2019 اسعار غاليه ب 12 جنيه وفي كل حته على فكره غالي الفلفل وبسم الله ما شاء الله عندهم كمان لاي واحده بقى بتشتغل او مستعجله بيفصصوا البسله جاهزه اهي على الاستخدام على طول. والفلفل الالوان اهو زي ما انتم شايفين والكابوتشا وكمان الكوسه متقوره بسم الله ما شاء الله. بكام طبق الكوسه وكم طبق البسله؟ طبق الكوسه شايفين بسم الله ما شاء الله ده ب 15 جنيه شايفين ان حلو جدا ما شاء الله. ولا ده هي وزن الطبق قد ايه مثلا؟ كيلو وزن الطبق كيلو والبسله المتفصصه عامله كام؟ كيلو برضو نفس الاسعار دي لو اي واحده بقى مستعجله او بتشتغل او كده وموظفين طبعا بيسهل عليهم كتير بسم الله ما شاء الله. وزي ما انتم شايفين كده برضو عندهم بسم الله ما شاء الله الفلفل اهو الرومي والبنجر واهو القلقاس خلاص برضو بيودع كل الخضار موجود والفاكهه كمان قسم الفاكهه. شلت العينك يا النار يا خوف عليه الهوى يا خوف عليه الهوى برضو عندهم قسم مخصوص للفاكهه. ده ايه الكيوي؟ ده كيوي وده العنب ده الكريز ده عنب لبناني ده عنب لبناني مستورد بكامل طبق ده ب 30 جنيه 30 في حوالي كيلو صح؟ كيلو وفراوله اهي فراوله ب 10 جنيه وده ايه الخوخ؟ ده الخوخ ب 20 جنيه الخوخ ده فاكهه صيف ولا شتاء؟ لا ده صيف ده صيف؟ ده البلدي ده ده ايه البشاير؟ ده بشاير فاكهه الصيف. الصيف يبقى يعتبر الخوخ التنتلوب والجوافه ده بشاير. بدات تطلع البشاير بتاعتها. وبينها دلوقتي بيبقى البرتقال والسفندي والموز والتفاح ده بتاع الشتاء طبعا. يعني الشهر ده بيجمع بين الشتاء ويجمع الصيف. بيجمع بين بشاير فاكهه الصيف وخلاص الحاجات بتاعت الشتاء بتودع بقى. فاكهه الشتاء بكام الجوافه البناتي دي؟ الجوافه دي ب 12 جنيه الكيلو. جميله قوي الجوافه البناتي وعندهم الفراوله اهو زي ما قال لنا والبرتقال والتفاح والموز وكل حاجه زي ما انتم شايفين اللهم بارك يا رب يزيد ويبارك. وفي جوه كمان قسم بقاله يعني مش محتاجين تخرجوا بره خالص جوه عندهم برده في الاف في الاف وعطاره كمان ما شاء الله اهو توابل توابل على اعلى مستوى التوابل دي ومكرونات وزيوت وكل حاجه اللهم بارك يا رب الله يخليك زي ما انتم شايفين عطاره كل انواع العطاره موجوده عندهم والعلافه السايبه هنا المكرونات والحاجات وزي ما انا قلت لكم انا هنا في مكان اسمه الجنه الخضراء عند فيها خضار وفيها فاكهه وفيها علافه وعطاره وكل حاجه في شارع الخضرة عند مسجد الغريب زي ما انتم شايفين صح كده العنوان؟ الله ينور عشان اللي حابب يعرف المكان طبعا ناس كتير من متابعيني حبايبي في السويس بيتابعوني وبيتابعوا قناتي وبيسالوني عن الاماكن فين فانا حبيت ان انا اعمل لكم جوله في المكان ده فعلا يستحق ان اي حد يجي يشوفه ويشتري منه. عندهم اجود انواع الفاكهه والخضار وكل حاجه الصراحه على اعلى مستوى. ان شاء الله اتمنى ان انتم تيجوا وتزوروا المكان ده باذن الله وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وجوله جديده ان شاء الله. ويا ريت لو عجبكم الفيديو تضغطوا لايك واللي يشوف قناتي اول مره يا ريت يدوس اشتراك ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا انا متشكره جدا يا رب ويزيدكم ربنا والله.